أهلا بكم في أخبار المساء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم برقيات تعاز ومواساة إلى فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية وسعادة دكتور رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا إثر الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا. قيمة التداول العقاري في سلطنة عمان تتجاوز المليارين حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2022، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 6% وفقاً للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. حثت سفارة سلطنة عمان في تركيا مواطنيها على الاتصال بالأرقام التي نشرتها في حالات الطوارئ، وأكدت أنها على اتصال بالجهات الرسمية ذات الصلة للاطمئنان على المواطنين العمانيين. لمعرفة المزيد من الأخبار، تابع الموقع الإلكتروني www.thearabianstory.com.